السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، في قناة عيون تي في مع محمد جان. النهاردة قناة عيون تي في بتنعي أسر الفنان الراحل محمود الجندي، والذي رحل بعد صراع مع المرض وعمر يناهز 74 عاما. محمود الجندي من منطقة أبو المتامير بالبحيرة، ودلوقتي هنشوف مع بعض مشهد الجنازة وكمية الناس الرهيبة اللي موجودة، وده إن دل يدل على حب الناس ليه. وداعا يا جندي.